قناة المصالحة الوطنية. قناة المصالحة فضاء للحوار وتبادل الأفكار، ونافذة نطل عليها لنستنشق من عبقها كل أزهار الجزائر التي حررها الجميع وأخطأ في حقها الجميع، ولا بد من أن يبنيها الجميع. قناة المصالحة حلم الصغير والكبير، من هنا تبدأ التحديات، فألف ميل يبدأ بخطوة وقطرة قطرة حتى تنهمر الأنهار. هلموا جميعا لنبني مجد الجزائر، ولنترك أشجارها تثمر. إذا أكلنا منها فذلك هدفنا، وإذا لم نأكل منها فسيأكل منها أحفادنا. قناة المصالحة لا فرق فيها بين شرقي وغربي، ولا شمالي وجنوبي، إلا بخدمة الجزائر، وعليها فليتنافس المتنافسون. قناة المصالحة قناة الجميع. مشاهدينا في كل أرجاء المعمورة، مرحبا بكم معنا على قناة المصالحة. لقاؤنا بكم يتجدد مع شخصية جديدة، وهو أحد الدكاترة الجزائريين المتواجدين بالخارج لظروف قد نتطرق لها بشكل أو بآخر أثناء حوارنا معه. مراد الدهين لمن لا يعرفه له دكتوراه في الفيزياء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية. اشتغل كباحث في المدرسة الفيدرالية المتعددة التقنيات بزوريخ، وفي المركز الأوروبي لفيزياء الجسيمات بجنيف. باشر نشاطا سياسيا بعد انقلاب يناير 1992 في الجزائر، الذي ألغيت بموجبه الانتخابات التشريعية، والتي فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ بأغلبية مقاعد البرلمان، وتولى لاحقا الإشراف على المكتب التنفيذي للجبهة الإسلامية في أكتوبر 2002. استقال من هذه المسؤولية في أكتوبر 2004، وكان من بين الأعضاء المؤسسين لحركة رشاد التي تعارض النظام الجزائري وتسعى إلى تغييره تغييرا جذريا بطرق سلمية. السيد مراد دهينا يقيم حاليا بسويسرا، فأهلا وسهلا بك دكتور مراد. بك والسلام عليكم ولمشاهدي قناتكم الموقرة. دكتور مراد، عاشت ولا تزال جزائرنا الحبيبة نزيفا حادا، تمثل ذلك في هجرة عدد كبير من الأدمغة، فهل سبب هذا النزيف يعود إلى أسباب اجتماعية سياسية أم اقتصادية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد أن الهجرة سواء بالمفهوم الشرعي أو الدنيوي لها أسباب معروفة عبر تاريخ البشر، فتكون في الأصل مرتبطة باضطهاد يعاني منه أفراد في المجتمع أو فئات كبيرة من المجتمع. يكون هذا الاضطهاد سياسيا في الغالب، وقد يكون دينيا، وكذلك هنالك أنماط أخرى من الهجرة يكون سببها صعوبة المعاش والفقر والحالة الاجتماعية المزرية. أظن والله أعلم أننا نجد فيما يخص الحالة الجزائرية أمثلة يمكن ردها إلى كل هذه الأصناف.
فهنالك من هاجر وهو يريد مكانة اجتماعية أكثر رقيا، وهنالك من هاجر لأنه عانى من الاضطهاد، ولكن الهجرة أصبحت أمرا واقعا في الجزائر منذ سنوات طوال، ولكنها تفاقمت وبشكل حاد مع الأزمة التي عرفتها البلاد عقب انقلاب جانفي 92، وهي تتواصل اليوم بأشكال عدة ومست فئات كثيرة من الناس، سواء من المثقفين، من أرباب الأموال، من الشباب، حتى من الكبار، من النساء. وما ظاهرة الحرقة المعروفة اليوم إلا امتداد لهذا الضيق الذي يعيش فيه الجزائريون، وهذا الاضطهاد الذي يجعلهم يتركون بلدهم ويسعون إلى الالتحاق ببلدان أخرى. امتلاء خزينة الدولة بعدد من مليارات الدولارات يعود إلى السياسات الرشيدة التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة أم إلى عوامل أخرى؟ والله لم نرى أبدا وللأسف أي نمط من أنماط الحكم الراشد في الحكومات المتتالية في الجزائر، ذلك أصلا لأننا نفتقد إلى حكومات يمكن وصفها بهذه الكلمة، فهي مجرد أدوات إدارية تكنوقراطيين في غالب الحال. قد نتكلم عن مستوى بعضهم البعض، وقد يختلف منهم، ولا شك رجال لهم بعض القدرات، ولكنهم لا يدخلون في خانة يمكن تسميتها حكومة، وإنما هي إدارة في تصرف السلطة الحقيقية في الجزائر التي تدير كل شيء في آخر المطاف وتقرر حول كل شيء، لأن أصل النظام القائم في الجزائر لا يرى لنفسه على أنه يمكن أن يحاسب من الجماهير الشعبية التي من المفروض أن تكون هي التي أعطته تلك الشرعية للحكم، ولكنه ينظر إلى هذا البلد بنظرة تملكية، أي أن الجزائر بثرواتها وبشعبها وبأرضها ملكا لهذه الفئة الحاكمة التي تحكم الجزائر من قبيل الاستقلال إلى يومنا هذا، وبذلك فإنها لا ترى أن تكون في مقام المحاسبة أو المتابعة من قبل الشعب، فهي تتصرف كيفما شاءت بأموال الأمة وثرواتها.